بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي طلاب جريد 5، إن شاء الله النهاردة هنبدأ في يونت 12. يونت 12 هنتكلم عن الجزء بتاع الجيومتري. إحنا عندنا في الماس في كذا برانش، كذا فرع، زي العربي مثلا. العربي بتلاقي عندك فرع مثلا القراءة، النصوص، النحو، الإملاء. إحنا عندنا في الماس في كذا فرع، منهم فرع الأريثماتيك. الأريثماتيك اللي هو الحساب. الحساب ده اللي هو بلس وماينس ومالتبلاي وديفايد للأرقام كلها. طيب عندك بعد كده برانش هناخده اللي هو الجيومتري. الجيومتري اللي هو بتعمل ايه؟ بشتغل مع شيبز الاشكال، وان شاء الله هنعرف برضو ازاي نشتغل مع الشيبز ان شاء الله. عندك في الاعداد ان شاء الله لما تطلع اعداد هتاخد برانش جديد اسمه الالجبرا. الالجبرا اللي هو بيجيب لك ليترز في المساله وتطلع الليتر بكام. وعندك في فرع في بعد كده هتاخد في السنه وان شاء الله كذا فرع كمان. فاحنا ان شاء الله عندنا في الماس هناخد النهارده الجيومتري. فالجيومتري بنتكلم عن السايدز والانجل، خطوط وزوايا، الجوانب والانجلز اللي بينهم، ومفروض ان انت خدتهم في جريد 4. فان شاء الله اي جزء تحتاجه هوضحه لك ان شاء الله في الفيديوز الايه، في جوه الفيديو. طيب احنا عندنا الجيومتري بنتكلم عن الايه، بنتكلم اول حاجه عن البوينت. طب انت يا مستر عارف يعني ايه بوينت؟ بوينت يعني نقطه، وليكن مثلا كده. فانا اقول لك بوينت، بوينت ايه؟ بوينت ار. فانا البوينت دي هنا اسمها ايه؟ ار. لك دي مثلا بوينت واسميها مثلا بي، فالبوينت هنا بي. احنا في الماس يا اما تكتبها له بوينت بالليتر، يا اما بوينت مثلا بي فتقول له بوينت بي، او اكتب البي على طول. فاحنا في الماس بنحاول نختصر، يعني بدل ما اقعد اكتب بوينت بالليتر احنا ما بنكتبش. يعني مثلا بلس، بدل ما اكتب بلس كده فانا بقوم عامل ايه؟ عامل علامه البلس، فدي علامه البلس. فاحنا في الماس بنختصر. ماينس، بدل ما اقعد اكتب ام اي ان يو اس، لا بعمل شرطه كده اللي هي بتاعت الماينس. فاحنا في الماس بنختصر. فانت اول حاجه عندك هنا البوينت، بوينت بتحط نقطه واكتب لها ليتر واحد بس، وان ليتر حرف، سميها مثلا بوينت وسميها مثلا ايه؟ كيو. فهنا البوينت دي اسمها ايه؟ كيو. بعد كده عندنا اللاين. اللاين بيبقى عامل ازاي؟ اهو مستر لاين، واللاين ده بيبقى ايه؟ ما انتش عارف هيقف فين، من هنا ولا هيقف من هنا، بيبقى معمول له اكستنشن، ممدود من هنا وممدود من هنا، فبعمل له زي ارو كده، سهم. فالسهم ده معناه ايه؟ ان هو ماشي كده على طول. طب والسهم ده معناه ايه؟ ان هو ماشي كده على طول. فده ايه؟ لاين. فهنا اسمه لاين. طب اللاين يا مستر، هل اقدر اجيب الميجر بتاعه؟ هل اقدر اقيس طوله؟ ها؟ لا ما اقدرش اقيس طوله لاني ماشي على طول. تخيل ان انا معايا حبل، حد جرى الجنب ده وحد مسك الحبل ده وجرى الجنب ده، فانا مش هقدر اقيس طوله لان انا مش عارف الاند بوينت بتاعته فين، مش عارف هيقف فين. فاللاين ما اقدرش اقيس طوله، ما اقدرش اعمل ميجر للينس بتاعه. طب بعد كده اللاين ده ممكن اخد جزء منه وليكن كده وامده من جنب واحد بس، ها؟ اعمل له اكستنشن من الجنب ده، فده اسمه ايه؟ ها؟ برافو عليك. لو مسحوب من الجنب ده، ده اسمه ايه؟ اسمه ري. فلو مسحوب من جنب واحد اسمه ري. ممكن نفس الحكايه اخلي اللاين زي ما هو كده بس اسحبه من الجنب ده، من الجنب التاني، فده برضو اسمه ري. هل انت تقدر تقيس اللينس بتاع الري؟ ها؟ تقدر تجيب الميجر اوف لينس اوف اري؟ تقدر تقيس طول الري؟ هتقول لي لا. لا ليه؟ لان واحد واقف كده وباصص لهناك، فانا ما اعرفش هو بيبص فين، بيبص هنا ولا بيبص بعد كده بشويه ولا بيبص فين، فانا ما اقدرش اقيس الري لان انت ماشي كده على طول، ما اقدرش ما اعرفش هو هيقف فين، فالري ما اقدرش اعمل ميجر لللينس بتاعه. طب هل الري ده هو الري ده؟ يعني لو واحد بيبص كده زي اللي بيبص كده؟ لا مستر، الاثنين مش زي بعض، فانا الري ده غير الري ده. طب الري بتسميه ايه؟ الري بكتب اي تو ليترز عليه. فانا مثلا لاين، فمثلا هسمي دي ايه وهنا اسميها بي، فانا يا اما اقول له لاين اي بي، يا اما اكتب الاي بي واحط له عليها الصوره بتاعتها، العلامه بتاعتها، فده اسمه لاين اي بي. فانت اللاين بيبقى عامل ازاي؟ مستر بيبقى لاين بس معمول له سهمين من الجنب. طيب الري، الري ده مثلا اسمه ايه؟ سي دي. فانا يا اما اكتب ري سي دي، يا اما اكتب سي دي واحط عليها صوره الري، فده الري سي دي. طب بعد كده عندك، عندك يا مستر بعد كده ايه؟ لو اخدت لاين بس انت عارف بدايته فين ونهايته فين، عارف التو اند بوينت بتوعه، عارف اوله وعارف اخره، طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه لاين سيجمنت. برافو عليك، ده اسمه لاين سيجمنت. طب ايه هو اللاين سيجمنت؟ اللاين سيجمنت قطعه، حته من اللاين، قطعه مستقيمه. يعني ايه قطعه مستقيمه؟ يعني انا اللاين الكبير ده اللي هو مش عارف هو هيقف فين، من هنا مسحوب من هنا ومسحوب من هنا، انا اخدت جزء منه. فانت اللاين سيجمنت جزء من اللاين، جزء من اللاين، لاين سيجمنت قطعه مستقيمه، قطعه من اللاين، حته من اللاين، فده اسمه لاين سيجمنت. طب اللاين سيجمنت ده مثلا هسميه اف كي، فانت يا اما تكتب لاين سيجمنت اف كي، يا اما تقول له اف كي وتحط عليها علامه اللاين سيجمنت، تحط له بوينت هنا وبوينت هنا، فاهم ان انت عارف بدايتها وعارف نهايتها. طب تاني، تعالى مثلا هنا بقول لك ايه؟ بقول لك رايت ذا نيم اوف اتش، رايت النيم، قول لي النيم بتاعها.
هي دي النيم بتاع اس تي. خلي بالك لازم الليترز تبقى كابيتال. طب انا اس تي ده ايه؟ عامل له اكستندد من هنا ومن هنا، مده من هنا ومده من هنا، يبقى ده ايه؟ لاين. فانا يا اما اقول له لاين اس تي، يا اما اقول له ايه؟ الاس تي واحط عليها علامه اللاين. طب علامه اللاين اه مسحوب من هنا ومسحوب من هنا، شوف مين الاحسن. بس انا بيتهيالي هنا ده الاحسن ان انا ما اقعدش اكتب. طب اللي بعد كده ده الليترز بتوعي اكس واي. طب اكس واي ده ايه؟ ها برافو عليك، ده سحبه من جنب واحد فده ري. فانا ممكن اقول له ري اكس واي، فانا اقول له ري اكس واي، او ان انا اقوم اقول له اكس واي ومستر هو ماشي الجنب ده فاعمل له علامه الجنب ده فده اسمه ري اكس واي. ها طب هنا مستر هنا دي ايه؟ دي اي اف، بس دي ايه؟ ده لاين سيجمنت. فانا يا اما اقول له لاين سيجمنت اي اف، يا اما اقول له الاي اف واحط عليها علامه اللاين سيجمنت اهو. طيب زي نيكست كوتشن اللي بعد كده. طب اللي بعد كده ايه؟ ده مستر ده ان ام، بس ده ايه؟ ري ماشي كده. فانا يا اما اقول له ان ام واحط عليها نفس العلامه بالظبط، ها، يا اما اقول له ري ان ام. طيب زي نيكست كوتشن دي بوينت جي، فيا اما اقول له بوينت جي يا اما اقول له جي بس. طيب هنا ده اي جي، اي جي ده ايه؟ لاين سيجمنت. فانا اقول له لاين سيجمنت احط عليها علامه اللاين سيجمنت لا بدايه ولا نهايه، عارف التو اند بوينت بتاعه، او اقول له لاين سيجمنت اكتبها بالليتر. طب هنا بقول لك ايه؟ بقول لك درو اند ليبل ان اكزامبل اوف ايتش، يعني جايب لك وانت عايزك تعمل بوينت اف، فانا هحط بوينت واسميها اف. طب هنا اكس واي، اكس واي ده لاين، فانا اقول له او ري لاين، فانا ارسم لاين واسميه ايه؟ حدد له اي تو بوينت عليها، هنا اكس وهنا واي. طب زي نيكست كوتشن لاين سيجمنت اكس واي، اكس واي لاين سيجمنت، فانا لاين سيجمنت لاين عارف بدايته وعارف الستارت وعارف الاند، عارف اوله وعارف اخره. طب هنا لاين جي اتش، فانا ارسم لاين واسميه جي اتش. طب هنا ري اس تي، اس تي اهي، ومستر هو عامل ايه؟ ري اس تي، فارسم كده عارف الستارت بس ما اعرفش الاند، واسمي هنا اس وهنا تي، ابعدهم عن بعض شويه. طب دي سي، ها لاين، لاين سيجمنت دي سي، هترسم لاين سيجمنت عارف بدايتها وعارف نهايتها، وهنا تسميها دي اي سي. طب ذا نيكست كوتشن، طب الجزء الثاني من الليسون بيتكلم عن ريليشن بتوين تو لاينز، الريليشن بتوين تو لاين العلاقه بين خطين. الريليشن بتوين تو لاينز، انا مثلا بيني وبينك ريليشن، ايه الريليشن بيني وبينك؟ ان انا التيتشر بتاعك وانت الاستودنت بتاعي، الاثنين زي بعض. مثلا ايه الريليشن بينك وبين اللي قاعد جنبك؟ ده بابايا او ده مامتي او ده اخويا، ده صاحبي، فنفس الحكايه ده زميلي في الفصل، انا نفس الحكايه في بيننا وبين بعض الريليشن. برضو اللاينز بتعمل ريليشن بينها، في بتوين اللاينز في ريليشن. ايه الريليشن بتوين اللاينز مستر؟ الريليشن بتوين اللاينز ان انا عندي ايه؟ عندي اللاينز، لو انا عندي تو لاين، التو لاين دول ممكن يبقوا ار، التو لاينز ممكن يكونوا ار بارالل. يعني ايه بارالل؟ يعني ما ينفعش يلمسوا بعض. يعني ايه ما ينفعش يلمسوا بعض؟ يعني زي التو لاينز دول مهما تمد ده ومهما تمد ده عمرهم ما يلمسوا بعض. طب ازاي؟ زي مستر السقف والارض، انا في البيت اللي انا قاعد فيه السقف والارض، مهما تروح اي مكان ما ينفعش تلاقي السقف والارض لامسين بعض، فدول بارل. الحيطه دي والحيطه دي الاثنين دول بارل. القضيب بتاع القطر، القضيبين بتوع القطر ما ينفعش يلمسوا بعض. هتقول لي يا مستر ما ممكن يلمسوا بعض؟ لا، هو لما يجي القطر يحود من مكان لمكان فبيدخلك معاه شريط جديد عشان ينقل من مكان لمكان، لكن القضيبين اللي تحت القطر ما ينفعش يلمسوا بعض، القطر يقع. طيب زي ايه؟ فدول البارل. البارل تلاقيهم مثلا في السكوير، لو انا جبت لك سكوير، السكوير فانت عندك السايد ده والسايد ده ار بارل، الاثنين دول ما ينفعش يلمسوا بعض مهما تمدهم وتعملهم اكستند ما ينفعش يلمسوا بعض. اللاين ده واللاين ده ما ينفعش يلمسوا بعض، فدول ار تو بارل. هتقول لي انا فهمت، لو التو لاينز اللي عندي ار نيفر انترسكت يبقى دول بسميهم ايه؟ بارل. طب افرض عملوا انترسكت والاثنين خبطوا في بعض، يعني مثلا لايك ده وده، لو الاثنين عملوا انترسكت فده بسميه ايه؟ ها بسميها انترسكشن. يعني ايه انترسكشن؟ يعني الاثنين خابطين في بعض، الاثنين دخلوا في بعض، فدي اسمها انترسكشن. طب الانترسكشن ده بيبقى ازاي؟ ها بيبقى مستر الاثنين دخلوا في بعض وبتبقى الحته دي الجزء ده غير الجزء ده غير الجزء ده، ده زي ده وده زي ده، فبيبقى الاربع اجزاء اللي عندك مش قد بعض، عاملين شبه المالتي بلاي. طب افرض بيبقوا داخلين في بعض وخلاص، بيبقى الاربع الاجزاء اللي عندك مش قد بعض مش ايكوال. طب افرض الاثنين دخلوا في بعض وعملوا شبه علامه البلس. يعني ايه شبه علامه البلس؟ يعني الكوارتر ده زي الكوارتر ده زي الكوارتر ده زي الكوارتر ده، عملوا لك شبه السكوير، كل واحد واقف على الثاني عدل، فده اسمها ايه؟ دي اسمها بيربنديكولار، بيربنديكولار، فاسمها بيربنديكولار. فانت تاني
كلمه بيرمندكولار عشان كبيره فانا بختصرها بالعلامه دي، ان انا بعمل سايد واقف كده وواحد وعامل زي الارض واقف عليه عدل، وساعات يرسم لك سمول سكوير. فتاني الريليشن بتوين التو لاينز عندي 3 ريليشن. فيرست ريليشن فيهم ار بارلل، يعني ايه بارلل؟ يعني ما ينفعش يلمسوا بعض. طب بعد كده انترسكتنج، يعني ايه انترسكتنج؟ انترسكتنج يعني الاثنين خابطين في بعض ينفعوا يدخلوا في بعض. طب بعد كده لو الاثنين داخلين في بعض اي حاجه والفور كوارد الاربع ارباع اللي عندك دول ار نوت ايكوال، يبقى ده اسمها ايه؟ انترسكتنج. طب لو الاربع ارباع اللي عندك عاملين زي بعض عاملين شبه البلس، فدي بسميها ايه؟ دي بسميها بيربندكولر. طيب تعالى كده نشوف لبعض الرسومات عشان نفهم. اللاين ده واللاين ده الاثنين دول ار ايه؟ بارلل. يعني ايه بارلل؟ يعني ذات نيفر ار ذات نيفر انترسكت، عمرهم ما يلمسوا بعض. طب هنا العصايه دي والعصايه دي الاثنين دول ايه؟ انترسكتنج. يعني ايه انترسكتنج؟ يعني الاثنين عاملين انترسكت داخلين في بعض. طب بتعرف منين كانوا انترسكتنج؟ بلاقي الكوارت ده غير الكوارت ده، الربع ده غير الربع ده، عاملين شبه المالتي بلاي. طب اللي بعد كده الاثنين ار بيربندكولار. يعني ايه بيربندكولار؟ يعني عاملين فور رايت انجل، عاملين شبه البلس. الكواد ده الربع ده زي الربع ده زي الكواد ده زي الكواد ده. تعالى كده نشوف هنا. هنا بقول لك رايت ذا نيم، رايت النيم اوف بير لاينز اوف اتش بير لاين، كل اثنين مع بعض قول لي دول ايه؟ ده وده مالهم؟ ها برافو عليك، دول بارلل. ساعات بدل ما اقعد اكتب كلمه بارلل فبختصرها كده اعمل الرمز ده اثنين قصاد بعض، فده علامه البارلل. طب اللي بعد كده، اللي بعد كده عندي ده وده عاملين شبه البلس، لو مديتهم هتلاقيهم شبه البلس، فدي اسمها ايه؟ بير، برافو عليك، بير بين دي كولار، وهتلاقيه كاتبها لك. طيب زي نيكست كوتشن ده وده، ها هتقول له مستر ده لاين فانا ممكن امده كده وممكن امد ده كده، فهتلاقيهم عاملين ايه؟ انترسكتنج. فانت خلي بالك ان ده لاين ينفع يتمد، ينفع اعمل له اكستند، فده ار انترسكتنج. طيب اللي بعد كده، فانت تلاحظ ان البارلل مش لامسين بعض خالص، لو لمسوا بعض يبقى يا اما انترسكتنج يا اما بيربندكولار. طب بتميز بينهم منين؟ البيربندكولار عاملين شبه البلس، الفور كوادز ار ايكوال الاربعه قد بعض. طب الانترسكتنج عاملين شبه المالتي بلاي، الربع ده غير الربع ده. طيب اللي بعد كده بقول لك تشوز ذا نيم اوف اتش بير اوف لاين، تشوز النيم بتاعهم. هنا مستر دول ايه؟ ها دول انترسكتنج، وخلي بالك الربع ده غير الربع ده، فده انترسكتنج. انا عامل سيركل على الانترسكتنج. طب هنا دول ايه؟ عاملين شبه البلس اهو، فده ايه؟ بيربندكولار، مش بارلل خالص. طب اللي بعد كده ده وده، ده وده ايه؟ انترسكتنج، داخلين في بعض اهو، فده انترسكتنج. طب اللي بعد كده الحاره دي والحاره دي الاثنين عمرهم ما يلمسوا بعض، فدول ار بارلل. طب زي نيكست كوتشن هنا بقول لك ايه؟ بيقول لك التو لاين دي سهله، دي بارلل. ها طب ده وده، هتقول له مستر دول بارلل؟ لا، لان انا لو مديت ده ومديت ده هيعملوا ايه؟ انترسكتنج، فدول انتر سيكتنج. طيب زي نيكست كوتشن هنا دول ار ايه؟ ها لو مديت ده ومديت ده هيبقى انتر سيكتنج، فدول ار انتر سيكتنج. زي نيكست كوتشن دول ار ايه؟ ها اكتبها لي تحت في الكومنت. طيب زي نيكست كوتشن هنا بقول لك ذا اوبوزيت فيجر، الفيجر الشيب اللي قدامك ده ايه؟ هو ده اسمه بي كيو، فكلهم بي كيو، بس بي كيو ده ايه؟ لاين عامل له اكستند من هنا ومن هنا، ممدود من هنا ومن هنا، فده بي كي ايه؟ ده لاين بي كي، فين لاين بي كي؟ اهو كوتشن دي. ذا اوبوزيت فيجر في الشيب اللي قدامك ده، النيم ده ايه؟ ده ال ام او ام ال عادي، ها؟ ال ام ده ايه؟ ري، ري ال ام، ال ام ري، فين ال ام او ري ال ام؟ ري ال ام، ها؟ خلي بالك هو هنا ماشي من ناحيه الام، فهو هنا ري ال ام، ري ده او ده، بس ده بادئ من ال ال وماشي فين على الام، يبقى ال ام ماشي ال ام، فده ال ام. طب ذا نيكست كوتشن واتش شو لاين سيجمنت اف جي، فين لاين سيجمنت؟ كلهم اف جي، بس فين لاين سيجمنت؟ لاين سيجمنت عارف التو اند بوينت بتاع، عارف بدايتها ونهايتها، فين اللي عارف بدايتها؟ نفس الرسمه دي اهو كوتشن دي. طب ذا نيكست واتش شو ري سي دي، فين ري سي دي؟ ري سي دي، ري سي دي، ها ماشي اللي عندي دي، سوري كوتشن سي، هو ري سي دي. ذا نيكست كوتشن بقول لك ذا فيجرز ذات شو لاين اس تي، مين الشيب اللي بيقول لك لاين اس تي؟ لاين اس تي عامل له اكستنشن من هنا ومن هنا، ممدود من هنا ومن هنا، انهي واحده؟ اي بي سي دي. رايت الانسر تحت في الايه؟ في الكومنت. طب بعد كده ويتش تو، ويتش شو تو بارلل لاين، انهي واحده اللي فيها تو بارلل لاين؟ اي ولا بي سي اور دي؟ انهي واحده؟ ها اي، برافو عليك.
طب اللي بعد كده ويتش شو تو بيربندكولار، بيربندكولار عاملين شبه البلس، انهي واحده اي بي سي اور دي؟ ها رايت الانسر تحت في الكومنت. ويتش شو تو انترسكتنج لاين، تو انترسكت اتنين عاملين انترسكت داخلين في بعض وخلاص، ها عاملين شبه المالتبلاي، مين اللي داخلين في بعض وخلاص؟ اهو ده لو مديته وده عملته اكستنشن هتلاقي كوتشن سي. بكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى، ولو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.